بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله إنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه، وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله.